ديت لي كريم في الموضوع هو انه انا كنت خرجت في واحد التصريح طلبت منها، هي كانت قالت لهم بان الزوج ديالي بان هي خرجت باللي كتقلب على بنته وتلاقات مع واحد السيد والجيران مبتسم وقال لها بان قال لها خال. وكنت خرجت انا في واحد التصريح وقلت لها انا كنطلب هذاك اللي قال لها راه بنت انا بغيت يحضر، بغيت يحضر ولي يخرج في شي تصريح ولا يمشي عند رجال الدرك المالكي. المهم خرجت هي في التصريح قالت لهم انا مبقيتش عاقل على وجهه، انا حقا في هذه اللحظه انا نسيته. هي كتقول لك لا والجيراننا حاليا كتقول لك ان الزوج ديالي دابا شي يومين مشى ليها بالكلاب والسيوفه وتما هو وشي ربعه، قالت لك شافوه الجيران وكاينه ما عاد شي كاميرا ولا ما عاد شنو تما. قلت لها انا هذيك الكاميرا حتى يجبدوها والجيران يمشيو يقولوا داكشي اللي كاين داكشي اللي شافوا، لان الزوج ديالي ما كيمشيش لهذيك البلاصه حاليا، ما مشاش نهائيا، ما خرجش من هنايا كاع، ما كايناش هاد الهضره. التصويره ديال الزوج ديالي عندها في التليفون، قالت لك صيفط لها واحد من هنايا ولا معات من المشروع الله اعلم. قلت لها بغيتو حتى هو يحضر، ما بقاتش بغات تدوي عليه نهائيا. قالت لك الدريه ما عندهاش التليفون، الفيديو الاول قالت لك الدريه ما عندهاش التليفون نهائيا. هاد الوقت هادي ما كايناش شي دريه ما عندهاش التليفون. وثاني حاجه شويه خرجت فيديو قالت لهم سيمانه هو كيستدرج فيها بالتليفون، هذاك التليفون اللي كيدوي معاه فيه يحضر، والتليفون ديال الزوج ديالي حتى هو كاين، دار لهم خبره بجوج. هادشي اللي بغيت، ما بغيت حتى شي حاجه، بغيت هذاك اللي صيفط لها التصويره يحضر، واللي الجيران اللي شافوا الزوج ديالي واللي قال لها بنتك ما عادش حسابات كاع نهائيا. الزوج ديالي عنده عداوه هنايا، عنده عداوه هنا وفي المشروع ولكن ماشي مع العائله ديالها نهائيا، ما عندوش علاقه مع الزوج ديالها. هي كتجبد الزوج ديالها كتقول لهم راه عداوه وهادشي، راجلي ما كيعرفش الزوج ديالها بشي صحبه ولا شي حاجه بحال هكا صحاب ولا كيعرفوا، كان كيعرفوا في السجن بينه وبينه غير الخير والاحسان. وولدها كتقول لهم بانه صاحب الزوج ديالي كان كيريح معاه في قهوه، ولانا كنتحداها وتجيب لي شي دليل بانه كيتبت لي بان الزوج ديالي كان صاحب ولده، ما كايناش هاد الهضره كيعرفوا عادي بحال الدري صغير هذاك في المشروع وهذاك في عين تكي. هادشي اللي كاين، الهضره ما كايناش نهائيا، حيت انا ملي مشيت عندها، انا مشيت عندها هي قالت لك بنتي، واخا خويا قالت لك بنتي لقاتها قالت لك شويه في البحر، شويه كتقول لك لقاتها في عين تكي ياك مع 12 شونس. انا ملي هو راه قال لي هاد الدريه بان بنتك مات في الصباح، قالت لك هي شويه كتقول لك بالليل، انا طليت من الشرجم مع 12 شونس كانت هي في الزنقه هنايا عندنا واقفه حدا الدار تسول واحد الدري والجيران. انت ديك الساعه عارفه بنت عارفه الدار وانا كتشوفي فيا من الشرجم، قول لي اجي هبطي واش راجلك كاين واش بنتي ما شتيهاش كاين شي تسولها الدري، قالت لي واش بنتي الدري راه كاين صافي دارت هنا تلاقات مع واحد السيد اخر تمجي ويقول لها الدري راه بنتك مع من كاينه مع هذاك، وقال لها تمشي تجيب الدريه. المهم شي هضره اخرى قال لها تمشي تجيب الدريه، شويه شي ربع ساعه كدور الجرده كتلقى بنتها باركه في الجرده بالملابس ديالها، لقات عندها حبه قالت لك في جيبها وطرف ديال الحشيش وباكيه الكارو سويرت، حيدات هذيك الحبه والطرف ديال الحشيش وباكيه الكارو ودات بنتها عند رجال الدرك الملكي غير بالسوارت. على شوفوا واش داروا لي البنتي واش دايرين لها، يعني الدريه راه مكرفسين عليها وشوف اش ماشي جايبين بها، ما غنفكرش نحيد هذاك الشيء غندي بيه. هذا الشيء كامل الدريه والام ديالها مكريين على الزوج ديالي، الزوج ديالي عنده عداوه ومكريين عليه، والحقيقه غتبان غلا الدريه بخاطرها كدور معاه بخاطرها، هنا عين تكي دارت معاه كامله بخاطرها وصبنات حوايجها، راه كما سمعتوا في الفوكال وهنا في الدار لبسات الحوايج البحر وجات بخاطرها. هادشي كامل ما كاينش استغلال، الدريه بخاطرها، الدريه ماشي اول مره كتخرج من دارهم، باش نكونوا فهمتي الدريه ماشي اول مره كتخرج من دارهم. اجي انت ملي عارفه بنتك، انت عرفتي بنتك راه خلاتو للدار ودوات معاه، لا ما ندخلوش للدار، رجال الدرك الملكي عندي النمره ديالهم وشادين بنتي في هذيك الساعه وكي كانت مشاط، غنشد فيه ولا غن في الدار غنعيط رجال الدرك الملكي وغنقول لهم اجيو ها هو كاين، لا دخلات دوات معاه وجا فحالو وجا عندنا هنايا للدار وقال شوف السيده ولات باغا الفلوس. قال لي راجلي انا ما نعطيهاش حتى شي درهم، انا ما داير شي حاجه وهذيك الدريه ما كنعرفهاش حتى فوجها كيفاش دايره، صافي ومشى بحال. هادشي اللي كاين شي حاجه كبيره، كلشي غيبان ملي غيوصل غيتحطوا في الامر الواقع غيتجبد، ملي صيفط تصويرتو وشكون محرض الدريه وشكون كلشي غيتجبد، كلشي حتى هذاك اللي وقفت معاه هنا في عين تكي هنا بالليل وقال لها بنتك معاش هو غيتجبد، واللي في الزنقه حتى هو كلشي غيتجبد، واللي قالوا ليها في المشروع وكلشي حقيقه غتبان غتبان. راجلي ما غيسلمش راسو، راجلي الا انه مشي يسلم راسو راجلي عنده صواب، ماشي شده ولا تعدى عليها ولا تكرفس عليها، كانوا مصاحبين باغين بعضياتهم، دريه باقا صغيره وهو باقي صغير، وقع الغلط الدريه
ساقوا دار المخبار ديكلاراو بيداس مع الدري في المحكمه، قالت لهم بان انا بغيت بخاطري وهادي دار ما بغاوش يتزوجها، كان غيتزوج بها صافي خرج. هي فين تزوج بيا انايا؟ حاليا تيقول لك انا عندي صوابق قدام راسي، غنولي انا غادي غنبقى غير تحقيق طالع هابط، الزوج ديالي غيمشي يقدم راسو. هادشي اللي كاين، اما الزوج ديالي ما عندوش علاقه بهادشي، ومازال غتبان البراءه ان شاء الله، كلشي غيبان حيت راجلي ما عندوش هادشي. كل راجل يغبر عليا كاين مول سنان اللي حيد لي الدرس هذاك النهار مع 6 ديال العشيه، بقات دايزه لي الدرس بالدم وهادشي، وانا يبقى مريض ما خرجش ما فهمتي، ما عطانيش شي نقطه اللي غنشك فيه انا، ولا واش انا الزوج ديالي غنشوفه ولا غنعرفو انا مكرفس على دريه ما دام حتى شي حاجه ومستغلينا مثلا ولا شي، وغندوي عليه بحال هكا؟ لا ما ندويش عليه بحال هكا، انا غنجي من جيت هذيك الدريه، انا عندي بنتي ما نبغيش اللي تكرفس ليا عليها. هادشي اللي كاين الرساله ديالي اللي غنقول لها ان الزوج ديالي راه ما دير حتى شي حاجه في هادشي كامل، الاولى والاخر الله ياخذ الحق في اللي تكرفس على ديك الدريه، الله ياخذ فيه الحق، والله ياخذ الحق في اللي حط الباطل على الزوج ديالي. انا ما بغيت والو، انا بغيت هذيك السيده تجبد لي صيفط لها التصويره واللي قال ليها بان بنتها تجبدهم ليا وتجيب ليا التليفون ديال الدريه دير لي الخبره عند رجال الدرك الملكي. هادشي اللي بغيت، واللي تكرفس على ديك الدريه الله ياخذ فيه الحق، هذيك الدريه ما ذنبها حتى شي حاجه. ونزيد واحد النقطه، الام ديالها كتقول لهم بان انا كنهددها، انا ما كنهددهاش، ها هما الفوكرات ما كيتسماش التهديد، التهديد هو نقول لها نشدك ندير لك نفعل، انا ما تربيتش على داك الشيء. هي اللي كتقول انا عندي جوج جناو وغندبح، خرجت في الصريح وقالت راه الفيديو راه شافوه الناس، كتقول انا جوج جناو وغندبح وبنته انا اللي طرات لي شي حاجه انا وبنتي كنحمل المسؤوليه ليها. اما بالنسبه للزوج ديالها والابن ديالها ما عندهمش علاقه بهذا الشيء كامل. هذا الشيء اللي كاين.